بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى ومع لا كونجيغيزون لي مود اي لي طون. إذا نتكلم عن المودات الأزمنة، بدأنا مع لو مود انديكاتيف الذي يضم 10 أزمنة، منها لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو بلوس كو بارفي، اي لو باسي سامبل الذي رأيناه مؤخرا. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى زمنا آخر ينضوي تحت هاد لو مود انديكاتيف اللي هو لو باسي اونتيريور. لومبلو دو باسي اونتيريور، استعمال لو باسي اونتيريور. لو باسي اونتيريور ايت يوتيليزي لو بلوس سوفون افيك لو باسي سامبل بور اكسبريمي لونتيريوريتي دون اكسيون. اذن لو باسي اونتيريور انه يستعمل في الغالب avec le passé simple. نتكلم هنا عن le passé، اذا نتكلم عن نوع من الماضي. اذا le passé antérieur، اذا هو نوع من هد الازمنه التي تدل على الماضي. الفرق بينه وبينها انه ياتي قبل زمن اخر في الماضي كما ذكرنا، لكنه في الغالب ياتي مع le passé simple. الفرق بينه وبين le plus que parfait انه ياتي في الغالب مع le passé simple. اذا تقريبا عنده نفس الدور. إذا لو باسي أونتيريور إت يوتيليزي لو بلو سوفون أفيك لو باسي سامبل بور إكسبريمي لونتيريوريتي دون أكسيون، للتعبير عن أسبقية فعل على الأرض. إكزومبل، إذا كمثال، كونتيل يوفيني إل يغلى. كونتيل يوفيني إل يغلى. إل يغلى، عندما هو أنهى أو عندما هو انتهى. إل يغلى هو صاح، هو صاح. إذن هو ملي كمل صاح. إذن أولا هو في الماضي كمل أولا في الماضي، ثم غيجي من بعد منا فعل آخر على الأرض تهو في الماضي، ولكن غيجي من بعد الفعل الأول. إذن عندما هو أنهى هو صاح. إذن كونتي لي فيني إل يغلى. لو باسي أونتيريور كيفاش غنحصلوا عليه؟ باش يفيد لينا هاد المعنى ديال الأسبقية، لا كونستخيكسيون دو باسي أونتيريور. إذا كما لو نقول بناء الماضي السابق، كما لو نقول أون كونجوغ لي زوكسيليير إتر أو أفواغ أو باسي سامبل. هذا الذي ركزنا عليه في آخر الفقرة السابقة، قلنا بأنه يجب ضبط صرف لو فيرب إتر أو أفواغ أو باسي سامبل، بعدما رأينا طريقة صرف الأفعال الأخرى في لو باسي سامبل. إذا طبعا في آخر هاد الزمن البسيط، طبعا يصرف الفعل لوحده، نتبعه بليتيرمينيزون المعروفة الخاصة بلو باسي سامبل. إذا بعد ما عرفنا هاد الصرف ديال الأفعال في لو باسي سامبل، إذا علينا أن نعرف صرف إتر وأفواغ في هاد الزمن. لماذا؟ لأننا سنستعمله ليساعدنا في تصريف أفعال أخرى في لو باسي أونتيريور. إذن أون كونجوغ لي زوكسيليير إتر أو أفواغ أو باسي سامبل أوكيل أون أجوت لو بارتيسيباسي دو فيرب أ كونجوغي. إذن نصرف إتر أو أفواغ في الباسي سامبل أوكيل الذي له أون أجوت لو بارتيسيباسي دو فيرب أ كونجوغي، الذي له نضيف لو بارتيسيباسي هو الذي نضيفه الاتر او افوار حسب ما يتطلبه الفعل. هل يتطلب المساعد افوار او يتطلب المساعد اتر؟ اكزومبل، كمثال، نوزيم بارلي، نحن تكلمنا. طبعا هنا صرفنا افوار او باسي سامبل. نوزيم بارلي، نحن تحدثنا قبل ذلك، كما نقول قبل فعل اخر في الماضي، طبعا غيكون في الغالب او باسي سامبل. اذا الفعل الاخر غيكون في لو باسي سامبل، بارلي او باسي اونتيريور. ثم في المثال الثاني، ايل فور بارتي، اذا هم قبل ذلك انطلقوا. طبعا فور هذا لو فيرب اتر، طبعا هنا غيتعتبر اوكسيليير. لماذا؟ لانه سيساعدنا في تصريف لو فيرب بارتي. لو فيرب بارتي au passé antérieur. Eden, ils furent. Eden, هذا صرف لو فيرب être
au passé simple. وقلنا بأن هناك بعض الشبه بينه وبين le verbe faire au passé simple. طبعا le verbe faire au passé simple ماذا نقول؟ نقول je fais, tu fais, il fait, nous faisons. طبعا تيكون بإي, تيكون بإي, طبعا فوق منه واحد الشابو, تيكون بإي. Nous faisons, vous faites, ils firent, ils firent. أما لو فيرب إتر أو لوكسيليار إتر كما عندنا هنا فغيكون بإي إل في جو في جو في تي في إل في نو فيم بو فيت بو فيت إل فيغ كما عندنا هنا إل فيغ بارتي إذن هم قبل ذلك انطلقوا. تنشوفوا التركيبة ديال الصرف أنها تتبان صعبة لكن في الحقيقة إذا ضبطنا هاد الصرف ديال لو فيرب إتر ديال لو فيرب أفواغ فلو باسي سامبل غيجينا ساهل هاد لو باسي أونتيريور. طبعا غنعرفو المعاني ديالو أنه تيجي فقط باش يسبق واحد الفعل آخر في الماضي خاصة لو باسي سامبل. إذا هنا غنشوفو هاد لي زوكسيليير, لي زوكسيليير طبعا اللي غنستعملوهم في لو باسي انتيريور. اذا عندنا افوار وعندنا اتر كما راينا. اذا نقول جي تي الي نوزيم فوزيت فوزيت الزور الزور الزور. ثم عندنا جو في تي في ال في نو فيم فو فيت ال فيغ ال فيغ. هذا لو باسي انتيريور. إذا نستأنف في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.